اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك حماة السماء 1 والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية، فضلا على تنفيذ رمايات مدفعية مضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية، مما عكس المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة في رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها. ألقى اللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشاركة في التدريب، مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به العناصر المشتركة في التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين. من جانبه أكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني على أهمية تنفيذ التدريب حماة السماء 1 مع قوات الدفاع الجوي المصرية، مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين. وفي نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة في التدريب لكلا الجانبين.